بوف. انت اللي عملتي البوف. والله انت عملت بوف. والله انت اللي عملت البوف. هقول لك ليه. جريت دلوقتي خبطت فيك عملت بوف عمتيني. اقول لك ليه؟ مش انا، لسبب واحد بس، ريحتها لانشون بزيتون. مين بياكل غيرك في الفصل؟ انا جبريك مش شنطة. سيب الشنطة. مش هسيبها. سيب الشنطة. مش هسيب الشنطة. بقول لك سيب الشنطة. حرام عليك، الشنطة فيها كتاب دين. بقول لك الشنطة فيها كتاب دين. ما تطلعيش الزمزمية. انت تعرفي ربنا انت. طب تعالي. 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 انا جامد 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 جامد. عرفنا ان انت جامد 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 جامد. ايه يا عم مالك؟ شفت اللي حصل معايا يا نور؟ ايه اللي حصل؟ مس ميرفت يا نور. مالها؟ رحت لها امبارح وواجهتها وقلت لها انا بحبك بحبك وعايزه اتجوزك. وقالت لك ايه؟ قالت لي انا ما بحبش العيال. قلت لها انا مش مستعجل على الخلف. صح والله عندك حق. بص انا اتفرجت على حته فيلم امبارح. فيلم ايه؟ عمر وسلمى. ده بتاع مين ده؟ تامر حسني ومس حمدان. مس حمدان؟ ودي بتدرس ايه دي؟ بص انا هحكي لك حكايه بقى. فكني بقى يا نور بقى، مخنوق يا نور. بص يا سيدي، انا كنت ماشي كان في اتنين ماشيين برضو معايا. تمام. اول واحد بقى كان ايه؟ كان ايه ده؟ لا ده كان كلب معدي في النص عادي مفيش حاجه. بس يا سيدي فاهم الاولاني عمل ايه بقى؟ اتصالحوا خلاص. انا بتفرج على طيور الجنه يا نور. لا يا نور انت مش فاهمني يا عم. ولا انت فاهمني ولا انت. هي مش بتحبني. المزيكا خلصت هنعمل ايه؟ لا نعيدها من الاول عادي مفيش حاجه. يا سلام. شايف البامبرز اللي انا لابسه ده كبير ازاي؟ ايوه. بقالي 3 ايام بعمل كل حاجه فيهم كفي عادي. ايه يا عم ده؟ امال ايه اللي بينقط ده؟ لا ده بتاع التكييف. والله يا عم انت عسل. والله انت اللي عسل. ربنا يخليك. احنا نبقى اصحاب بقى. ليه ما نبقى اعداء؟ نبقى ايه؟ اعداء. ايه الطفل ده؟ الطفل ده اعداء ليه يا ابني؟ احنا لسه في اول يوم في الحضانه نبقى اصحاب. ماشي ماشي. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي شعبان. ايه ده؟ في اب يسمي ابنه الطفل البريء الصغير شعبان؟ يا عم انا افضل طفل من اكيد هكبر. لا لا انت باباك عايز يعقدك. يعقدني ايه يا عم؟ امال انت اسمك ايه؟ اسمي نجفه. انا مش هرد عليك. لا لا ده الدلع، انما الحقيقي هشام. شام. شام. بقول لك ايه ده؟ ايه انت مال سنانك صفرة كده ليه؟ لا يا عم الصفرة. لا انت بتاكل حلويات. لا والله العظيم. لا دي مش شوكولاتة. والله انا مش شوكولاتة. والله مش شوكولاتة. والله انت مش شوكولاتة. مش شوكولاتة. والله لا. امال من ايه؟ مش سجاير. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل اللي انا قابلته في الحضانة ده؟ يخرب بيتك سجاير. خد اقول لك على حاجة، بما اننا بقى بقينا اصحاب. قول قول. انا هقول لك على سر خطير. قول. انا في واحدة بحبها. قوي قوي. وهي بتحبك؟ بتموت فيا. يا لهوي. اقول لك على سر اكبر؟ قول. بستني.
البت دي معانا في كي جي 2؟ لا في رابعه حقوق. ايه الطفل ده؟ ايه الطفل الاسطوره اللي انا قابلته في الحضانه ده؟ يا حول الله، ده انت غريب قوي. اما لما انت في كي جي 2 وبتشرب سجاير وبتبوس بنات، اما لما تبقى في ثالثه ثانوي هتعمل ايه؟ هتزرع بانجو؟ يا عم بانجو ايه يا عم انت؟ انا على فكره حبيب الله بجد. اه والله. ليه بتعمل خير؟ خير ايه؟ مش الاطفال احباب الله؟ ايوه. انا طفل ابقى حبيب الله؟ صح. وانت؟ انا حبيبه العدلي. امال انت فاكر ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص المدرسه جه، يلا الرابعة. اركب اركب، بقول لك اركب وانا هعمل السواق. ماشي تمام، يلا يلا. آه. ايه ده؟ ايه ده؟ وقفت ليه؟ اشاره. اشاره ايه ده؟ كمين يا ابني؟ طب ارمي بقى الوزن التقيل لنتقفل. انا مهما تخنت رفيع، وانا مهما عليك مش فوق. يا جيزو. ايه يا يوسف؟ تعالى بقى. انا جاي اهو. ما يستهلوتي ما يستهلوتي ما يستهلوتي. يلا بقى نشغل اغنيه حلوه كده ونقعد نرقص عليها. لا لا، انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. الاغاني دي حرام، كل يوم تسمعني اغاني وتطلع حرام واخد ذنوب. لا لا لا، الاغنيه دي مش حرام. لا. طب بص، لو طلعت حرام قول لي هقفلها على طول. ماشي ماشي، يلا. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا خلاص، كل يوم بتسمعني ذنوب واغاني، انا مش عايز اسمع اغاني تاني. والله انت عقدتني في نفسي. طب اغنيه امبارح كانت حرام ليه بقى؟ يا سلام، وانت ما سمعتش كلامها؟ قال في البحر سمكه بتزق سمكه. ايه اللي في الادب دي؟ المفروض السمك ينفي باحترامه، ومفيش اختلاط. قال عصبت واقف صياد بسبكه. اه صياد بشبكه. ده صياد بقرون اللي واقف ينظم في المليطه دي. استغفر الله العظيم، انا مش هسمع اغاني تاني خلاص. على فكره يا دي انت، اه انت انت يا دي انت 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 متطرف. يعني ايه؟ يعني ارهابي. يعني بوليس هيجي ياخدني من البيت كل يوم زي بابا؟ اه. طب وبعدين؟ ما تقلقش خلاص، اصل انت صاحبي، هروح ادافع عنك زي ما بابا بيدافع عن المجرمين، واقول له يا سيد القاضي سيب زيزو، ده صاحبي والله ومعاه في الكلاس وحلو ومش بيعمل حاجه، والله سيبه كده. الحمد لله الحمد لله. انت حبيبي، انت صديق وفي. انا اصلا فخور ان انت صديقي، بثق فيك. مالك انت طويل قوي يا عم؟ طويل ايه ده؟ انا بالنسبه لعيلتنا عادي اصلا. كذب ده، انا اخويا الوسطاني من كتر ما بيخبط في النجف وسطه بايظ. وبابا مش بسوفه بقى، بسوف ركب معديه في البيت. والله عيله غريبه. طب هو بابا مش بيبوسك كل يوم وهو نازل رايح الشغل؟ ساعات بقى، بس بطل اطلع له في السباك وهو ينزل الشارع يبوسني ويمشي. امبارح واول ما شفتوش. ليه؟ ماما كانت ناطره الغسيل، والبوكسر بتاع بابا كبير قوي، قفل العماره كلها، محدش عارف يروح شغله بقاله يومين. ايه ده؟ ايه ده زيزو والنبي؟ طب ممكن ابقى اجي اتصور وانا باكل باباك؟ اه ان شاء الله. انت عارف مين اللي بيصعب عليا في العيله دي؟ مين؟ ماما. ليه؟ قد كده بندوس عليها غلط واحنا ماشيين. معلش. بقول لك ايه، يلا بقى نلعب لعبه حلال بقى. يلا يلا نلعب تسابيح. تسابيح؟ انت تسبح وانا ادي عليك. يلا 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 زيد.
تقولش لشعبان ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. ولا يا نور إيه؟ ما تقولش لهشام ان انا مستخبي هنا. ها حاضر. قلت له ليه يا حمار؟ هات. ايه ده؟ ولا شعبان ياد يا شعبان، هات ياد السندوتش ياد يا شعبان يا، هات حته ياد يا شعبان يا، ما يبقاش كده يا، هات حته ياد يا شعبان يا. هات حته ياد يا شعبان يا، حته صغيره ياد يا شعبان ياد يا شعبان، هات حته يا. يا يا شعبان يا، ما تبقاش كده يا، يا ما انا بديك يا ده حته يا، يا ده حته صغيره يا ده شعبان يا، يا شعبان. يا ده ولا ام يا ده شعبان يا، يا ما بقاش قلبك اسود يا، يا شعبان هات حته يا شعبان، يا ده هات حته يا، يا ما يبقاش قلبك كده يا ده هات حته يا، يا ده احنا لسه مصاحبين يا ده هات حته يا. يا ده هات حته يا، ولا يخرب بيت ايامك. خد يا عم يا ابن الكبل. الطفل ده، الطفل الاعجوبه ده، خرب بيت ايامك. عايز ايه؟ بقول لك ايه، انتوا صيفتوا فين السنه دي؟ احنا صيفنا في مارينا. ايه ده بجد؟ اه والله. احنا صيفنا في مراسي. قذره. مارينا احلى. لا مراسي احلى. مارينا. مراسي. مارينا. مراسي. ولا يا نور، ايه انتوا صيفتوا فين السنه دي؟ احنا صيفنا في راس البر. ايه ده، دي غابه دي ولا ايه؟ دي حتة أحلى من مارينا ومن مراسي، بس عشان أنتوا ما رحتوهاش يا أخوي. يا عم اتنين. إيه ده؟ أنا أصلاً عمري ما سمعت عن حتة اسمها راس البر دي. لا فيه، أصل بابا كان عنده ندوة شعرية هناك وخدنا معاه. إيه ده؟ أنت باباك شاعر؟ آه أنا بابا هشام الكوخ. إيه؟ آه. يا لا، وأنت باباك هشام المخ؟ آه والله. ده أنت بقى جامد أوي زي أبوك. أيوة بص، لسه كاتب قصيدة هسمعها لك. يلا. ماشي. راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر. نقول تاني. لا، راس البر يا راس البر، انت زيك بعد الشر، جايلك حابب مش مضطر، قمت صحيت الجو حر، قلعت البنطلون. ايه ده؟ شيء بديهي. هو ده الشعر؟ اه. طب على فكرة احنا بنعرف نقول شعر الباباك هشام واحسن منك 100 مرة. لا ما بتعرفوش. والمصحف بنعرف. طب وريني. قول له يا شعبان يا. اقول له. قول له. ايوة بخير. شعر ده اللي بالشعر. بص بقى، راس البر دي من الاخر. شفت بنقول شعر ازاي؟ راس البر دي كلمة عيب. ايه؟ عيب؟ لا، راس البر مش عيب، راس صدر هي اللي عيب. معروف. اعرف بقى المناطق اللي عيب مش اللي من العيب. عشان انا مش هسافر معاك، مش هقعد اسافر معاك. حاضر. انت عارف يعني ايه راس البر اصلا؟ ها؟ عارف يعني ايه راس البر؟ ما اعرفش، ما اعرفش، ما اعرفش، ما اعرفش. بص بابا. ايه ده؟ جاب لي معاه سيف بينور وبيطلع اصوات. يا نهار ابيض، بيطلع اصوات؟ اه. طب طلع علينا صوت كده. بص بيعمل بيت بوكس ازاي؟ ورينا. ايه السيف المعفن ده؟ ما بيطلعش اصوات نظيفه؟ لا بيطلع. طب طلع علينا حاجه نظيفه. مانا مانا. مانا مانا. بس
بس انتوا بتعملوا ايه؟ مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 بس بس كده حرام لا 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 كده حرام لا 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 كده حرام اقعد يا اهبل انت يا اقعد اتنيل على عينك هو في سيف بيعمل الهبل اللي انت بتعمله ده قال ايه القرف ده يا روما بقى انت بس اسلك ده ليه يا دي انت يا انت ابوك مين على البصه دي بقى انا بابا محمد رمضان ايه ده الممثل ثقه في الله هننجح ده ما شاء الله ده محفظك بقى تقول ايه ايوه طب بقول لك ايه باباك محمد رمضان فعلا ايوه مش ده اللي بيقول اديك في المطر اتمطر واديك في رمضان بيبسي يفطر ايوه يا عم هو ده بابا ده جامد قوي انت باباك مين انا بابايا دكتور ده بيدي ايه ده يديك في الحقنه تعيط اه والله خلي بالك ماشي من الاخر بقول لك يا ده شعبان ايه هات ميه ريق ناشف يا ده شعبان يا يا ده شعبان يا يا ده شعبان مالك ماسكها كده ايه يا ده شعبان يا ناد شوية يا دري ناجي بموت من السبعة في المدرسة يا ده شعبان يا يا ده بق مية يا ما يبقاش قلبك كده يا يا ده المية سوام يا ناد شوية يا ده شعبان يا ناد شوية يا ده شعبان يا ما تبوسهاش يا هات شوية يا ياد هات خنبة يا ياد أموت يا ياد هات شوية ياد يا شباب خد يا عم يا ابن الكعب يا منتن بقول لك ايه ايه ما تيجي نرمي المية اللي جوه الزمزمية أيوة. ونحط خمرة ايه الطفل ده ده طفل عدى كل الاعاجيب يا عم اقعد بقى يا عم انت مجنون إيه؟ والله انت دماغك دي هتوديك في داهيه بقول لك ايه ايه هات الزمزميه والمصحف ما تاخدها هات يا دي الزمزميه يا لا خد يا دي لا مش هتلاقيها خد يا دي الزمزميه يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف ايه ايه عايزه ايه بقول لك انا زهقانه وعايز اخرج تعال تعال نروح السيما ماشي تعال نخش فيلم عنتر وبيسه ايه الانحطاط الاخلاق اللي انت فيه ده فيلم امي يا عم امك مين سفيناز يا بنت الجامده ايه ده بس مش هينفع نخش برضه طب نخش فيلم الحرب العالميه الثالثه لا لا فيلم ابويا يا عم ابوك مين الثلاثي هشام وفهم وشيكو لا مش هينفع مش هينفع ندخل الفيلم ده اقولك على حاجه حلوه ايه ندخل الفيلم بتاعك انت فيلم ايه الفيل الازرق انا مش هلعب معاك تاني ليه بس والله ما هلعب معاك تاني والله نلعب يلا يلا قالوا نلعب فتحي يا ورده قفلي يا ورده فتحي يا ورده قفلي يا ورده هنا ورده وهنا ورده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي مش بتتغنى كده خالص دي امال ازاي مانا مانا لا 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 مانا مانا لا 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 سايبه الشارع كله ماشي على القضيب يا غبية حسبي يا ولية رجلك الزقنة
يا غبية يا بنت. عيني علي فوق كتفه وبوم جبلي. يا غبي قوم يا غبية، لا بره يا غبية. انا هتفرقع اجري. تعالوا عايزه اروح الحمام، مش قادره حمام. طب امسكي نفسك كده، هتزروطي الدنيا وترتشي علينا كلنا. مش قادره مش قادره، لازم اروح الحمام دلوقتي. اف ايه القرف ده؟ حمام ايه بس وبتاع ايه؟ وبعدين النيس مش موجوده، ما ينفعش تروحي. وربنا ما اقدر، لازم اخش الحمام. طب خلاص خلاص، هو انتي مش لابسه بامبرز زينا؟ صحيح. ايه ده؟ انتي بتلبسي بامبرز زينا؟ بجيب اتنين وبفتحهم على بعض. زي فقتنا القديمة. طب خلاص خلاص، يلا اعملي. ماشي. جالي خبر حلو؟ عنده شنب وماما عندها شنب. يعني بقى ايه؟ انت امك؟ امال ايه بقى الولاد عندهم شنب؟ الولاد عندهم شنب عشان هيبقوا ضباط، انما البنات هيبقى عندها شنب ليه يعني؟ هيطبخوا بيه؟ طب ما انت امك عندها شنب وما كلمتكش في حاجه. يا بنتي احنا عيلة ملتزمة جدا، دي تيتا الله يرحمها كانت دقناها لحد هنا. يا حلو يا شنب. ايه ده؟ ده انا بتشقت بقى. لا بصي، انا ملبس شنب عشان ابقى ظابط زي بابا. انت ولا عمرك هتكون ظابط. ليه؟ لان الشنب ده مزيف. ايوه انت لازق الشنب ده. لا بتاعي ده وهم. شنبي سراب. لا اقلع الوهم ده. لا مش هقلع الشنب. انت ايه؟ انا هبقى ظابط زي بابا، ظابط. انت عارف بقى انا ايه؟ انا هبقى مدرسه زي ماما واعذب الاطفال. وانا هبقى ظابط وهنفخ مامتك وهنفخ الاطفال وهفسيكي. هعمل ايه؟ امك. اسمعني يا باشا. انت هتدخلي لي قافي يا بت؟ يا شباش. امي كانت فين من الساعة 7 ل 7 ونص وانا واقف بستناك؟ كانت فين؟ انت معقول تاني يا باشا؟ اعترفي. اقول يا باشا. اعترفي. اقول يا باشا. قدامي يا بت على الاسم. عادي يا باشا. قدامي على الاسم. عادي يا باشا. اسويش رامي. امرني يا باشا. اعملي فنجان سيريلاك على مية ساعة. حاضر. الغي يا امورة. انا بس اقول على كل حاجة. صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. وكمان زيد النبي صلاة. أفضل صلاة وسلام عليك يا نبي. ماما يا سيدي. هيا بقى إيه؟ في ولد جاي من مدرسة تانية. الولد دوت أمه بتشتغل نجارة وبتبني عمارة. شوفي الشطارة. المهم يا باشا، اسم الله على مقامك، عمته بتشتغل كوافير واسمها سميرة وإيدها كبيرة. عليك نور يا باشا. هي دي حكاية ولا حدوتة ولا إيه؟ يا باشا ده لغز. لغز؟ أه. كل ده لغز. بس بنت. أجري يا باشا. وأي كلام في الببرونة كده؟ يلا بنت قولي. أقول يا باشا. المهم هيا بقى ماما قاعده
مع أمك وأبوك وبتقول لهم هو هيحصل له إيه في المدرسة بتاعتنا. أذكر كم عدد كلمة ماما في هذه الحكاية؟ الله، دي حدوتة حلوة، حلوة قوي قوي. قوم يا بت، بتهزري معايا يا بت؟ بتهزري في التحقيق؟ بص يا بت، تعالي هنا، مش عايز اشوفك صدفة. هو ايه اللي هلفت الكعب داير على الكلاسات؟ حاضر يا بت. اختفى يا بت. ايه ده، راحت فين؟ حلوة اللعبة دي. كراوية ده حرام. حرام ليه بقى؟ ما هو مش بيعمل في البيت. لا بيعمل. ايه ده، افيه بجد بيعمل؟ بس اللي بغيره. ده حرام حرام، عشان ده اصنام. ويعني ايه اصنام بقى؟ مش عارف، هو بابا قال كده، هو حرام. يا عم انت بابا كل حاجه ابوك هيقول لك عليها تقول لنا احنا كلنا ولا ايه؟ بس يا تعبان، عشان انت وباباك والسبكي هتخشوا النار مع بعض ان شاء الله. ده سلاح التلميذ. لا يا عمي، ده متوت جزء من شخصياتي. هو حرام يعني حرام. بقول لكم يا جدعان، الواد ده والله العظيم شكله في ثالثه ثانوي مش في كيشته. ايه رايك بقى انت زي ما قال بابا، قبيح شبه اهل النار. طب تعال والله لا تقلق. ايه ده، ما تتلبوش بعد كده بس بقى وانا مش موجود. خلاص 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 خلاص، ما تتخانقوش. بصوا معايا. مصاصة. أنا كمان. المصاصة حرام. لا، هي مش مستحبة. بس بص، الزنيبة أحمر إزاي؟ بس بقى، عشان أنا زعلان بقى. أنت ليه زعلان بس؟ ده أنا حتى هغني لك. لا بس بحب الغنى، غنى حرام. هاتولي أكل. هاتوا الأكل. خد. شكرا. ممكن بقى، ممكن تغنوا، بس تغنوا حاجة حلال يعني، تواشيح كده، حاجة خفيفة. يلا 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 نغني. قطتي صغيرة واسمها نميرة، شعرها طويل ذيلها كثير. ايه ده، دي مش بتتغنى كده خالص دي. امال ازاي؟ قطتي قطتي ولا ايه؟ مو الصغيرة اسميش نميرة ولا ايه؟ مو الصغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي قطتي مو الصغيرة ولا ايه؟ اسميش نميرة ولا ايه؟ قطتي قطتي انا مو الصغيرة ما اسميش نميرة، انا مو الصغيرة. انا بقول لك اهو. ما اسميش نميرة، انا بحذرك. انا بقول لك ايه، استنى انت من فضلك، استنى انت من فضلك. حسام حسن لعب من غير خط، انا بقول اهو. هو ده كي جي 2؟ ايوه هو ده. هو ده الكلاس؟ هو ده الكي جي 2. كي جي 2 هو ده. طب اوعى تابع يا عم. طيب يا عم، الله الله، ده وحش قوي الكلاس ده. الله، وفي ناس وفي ايه ده وده ده هو ده لبس برشلونه. لبس برشلونه، وعندي كمان اللبس بتاع اس ميلانو، وعندي اللبس بتاع البرازيل، وعندي لبس بتاع غزل المحله.
ايه ده انت عندك بقى كل الملابس؟ وعندي اللبس كله اصلي، مش مثلا تقليد من اللي هو بيجيبه، لا اصلي مش اللي هو تقليد، يعني عارف اللي هو بيبقى اصلي مش اللي هو مثلا تقليد وكده، لا اصلي بقى كله. كل لبس بيبقى اصلي مش تقليد بقى. هو انت ليه مش لابس لبس المدرسه بتاعنا؟ عشان عاوز كده، لان انا بابايا قاعد مع المسات ومع المساطر وقال لهم ان انا عايز اقعد البس اللبس اللي انا عايزه، وهم قالوا خلاص هو يلبس اللبس اللي هو عايزه، عشان هو انا عندي اللبس كله، لان هو بابايا هو قاعد مع المسات ومع المساطر. انت باباك بيشتغل ايه؟ انا بابايا سيد ابو كريكا. اللي هو بيقعد يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، كل شويه يجيب اجوان في المنتخب بتاعنا، وفي واحد اسمه شريف اللي هو بابا برضو اللي هو كان جون، ويقعد يحدف عليه الكوره كده كانه بيبصيها، بس هو ايه بيجيب فيه جون فينا اجوان. بابايا اللي هو بقى ايه بتاع المنتخب. ايه ده؟ باباك بيجيب اجوان في المنتخب بتاعنا؟ اما مش عارف يجيب في المنتخبات الثانيه. طيب كويس. وهو اعتذر اصلا، اعتذر اللعب خلاص. امال ايه؟ بس انا بابايا ايه وانتوا مين؟ انتوا مين؟ انا مريم. ما انت مش لمش صاحبه الفصل. انت مين؟ انا مريم. ما انت مش لمش صاحبه الفصل. ايوه، عن اسمك ايه؟ بنت مين؟ مريم بنت مين؟ ومين كمان؟ انا هشام. هشام ازيك؟ الحمد لله. انت ازيك يا هشام؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ انا كويس. اخبارك ايه؟ ازيك يا هشام؟ الحمد لله. الحمد لله. ننزل ولا ايه؟ تيجي ننط في البحر؟ هشام ازاي؟ الحمد لله. وانت ابن ميس من الميس؟ من صاحبه الفصل. انت ابن ميس من الميس؟ انا ابن ميس من الميس. ابن مين؟ ابن ميس لمين؟ بتاعت ايه في الفصل؟ من اللي هي صاحبه الفصل. يا صاحبه الفصل كله؟ وانت عامل يعني بتشتغل ايه مثلا؟ انا بشتغل ايه؟ انا لسه انا بابايا هو اللي بيشتغل. باباك بيشتغل؟ بيشتغل ايه؟ دكتور. لا راجل. والمتعب. لا راجل. هو والله العظيم بيشتغل دكتور. دكتور اطفال نساء. يعني بيعالج البنات صغيرين؟ ايوه. لا انت باباك جامد قوي. هو عندكم مين كمان؟ والواد شعبان صاحبي ده متشرس. لك يا شعبان. انا شعبان وماما حامل. مامتك حامل؟ بتخبي الفلوس تحت الكومودينو. طب عندك اسرار تانية عم بيكو؟ برشم واجيلك. برشم؟ فظيع، طفل فظيع. ايه ده؟ والله طفل بس ب 100 راوي. وعندكوا حد تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاكره اتش. هو ده؟ ايوه. لو مين؟ انت عزمي. عزمي مين؟ صاحبنا من زمان قوي. من زمان قوي احنا في كيجي 2. مين اللي هو؟ مين انتوا؟ كنتوا فين؟ فاكر لما كنا بنغني مع بعض؟ ايه؟ اللي هي الاغنيه اللي بتقول البطه بتقول كارك والقطه بتنونو والمعزه بتقول ماء والكلب بيهو هو 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 هو. ده مش فاكركم. ايه ده؟ لا انا عارف اللي هو العيال اللي كانوا معايا لما كنا بنقعد نغني وبنقعد نقول الكلب لولو يا ما قالوا له بلاش تعض قط الجيران نو نو ده قط شاطر ناصح وماهر وكمان بيصطاد الفيران هاو هاو ايوه هاو 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 ايه ده ايه ده؟ ايوه صح احنا اللي كنا فاكرنا بقى. لا فاكر خالص. بص وانا بقعد العب بالكوره ازاي واللي هو من غير ما ابص عليها وبص ممكن اشوط فيكم كمان وما تجيش في حد خالص. وانا مش علمك. عزمي انا اميره. اميره انت مين؟ انا اميره وماما رقاصه. مامتك رقاصه؟ طب قولي مصاصه. مصاصه. امك رقاصه صح مش هي دي؟ وانا يوسف وبابا محامي.
باباك محامي؟ اه. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. وانت طفل؟ اه. يا بختك، ده دور الطفل ده صعب قوي. حسيت باللي انت كنت عامله فيا؟ بس خلاص جيتولي في ملعبي. يعني اعرف اعمل طفل كده؟ اه اعمل. يعني ازاي طيب؟ بص اعمل كده ويي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 ي
هي كده بس؟ اه بس خلاص. اه يعني كل ما ابقى عبيط اكتر ابقى طفل يعني. يا اهلا، ازيك يا طفل؟ الحمد لله. انت باباك ايه؟ انا بابا محامي. بجد؟ اه والله. اللي هو بيقف جوه البتاع؟ ايوه بيقف جوه البتاع. وبيقعد يقول انا مصر. ايوه. وعايزين له مش اعدام. اه. يا ومين عندكم تاني؟ انا زياد، وانت هتخش في النار. اخش النار ليه؟ عشان عملت ايه طيب؟ عشان الكوره دي حرام. حرام ليه؟ عشان كوره كفر. ربنا يغفر لك. ايه ده يعني طويل؟ وانتوا مين تاني؟ انا بابا ظابط. وانت اسمك ايه؟ انا الرائد كريم، رائد الفصل. ايوه ذكر كريم. عامل ايه يا رائد كريم؟ الحمد لله. يا وشنب بجد مش يا عم نجوم. الحمد لله. تعالى بقى. اي حاجه تعوزها قول لي. ده فصل حلو قوي. انا سميه. انت سميه؟ اه. وبابا وماما مسافرين بره مصر خالص. يعني انت قاعده لوحدك؟ اه انا والدادة بتاعتي. طب وزع الدادة بقى واجي لكم بقى. ها ماشي، تعالى ذاكر معايا. اه قال يعني نذاكر يعني. اه ماشي يا سميه. ماشي. شفت كراوي حصل له ايه؟ مش قادر يا رب، مش قادر ابص. حد يبلغ الاسعاف بسرعه. ايه ده؟ ايه اللي حصل له؟ انت بتقول ايه اللي حصل له؟ بصوا بصوا. ابعد 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 عشان البصمات. محدش هيتحرك. انا بقول لكم اهو لحد ما نلاقي مين اللي قتل كلاوي. قولي لي يا ليلى، الواد ده كان عليه اعداء؟ عليه اعداء؟ لا خالص والله، ده كان طيب. ايوه هنتخانق مثلا مع بوجي، مع طمطم، مع عالم سمسم؟ ما هو عالم بقى. لا وهو انت فاكراه طيب؟ ممكن ما يبقاش طيب يا حضرتك. بص يعني هو ممكن يبقى مثلا اللي هو ده يكون مصاحب باربي. وبيقابلها تحت السرير وانت مش واخده بالك. الدباديب دي عليها حركات، قال عاملين لعب يعني، بس هم مش لعب. لا لا لا، بيبقى حقيقي. لا كرابيا ما كانش كده، كرابيا كان طيب ومحترم خالص. لازم التحقيقات تبقى سريه، دي اعراض دباديب. انت صح يا صاحبي، وعلى راي سيد شيبه الله يرحمه، يا روح ما بعدك روح. سيد شيبه الله يرحمه؟ الله يرحمه. يا وعمل ايه؟ مات خلاص اتدفن. يا حول الله. طب وهنعمل ايه في الدبدوب ده؟ لا لا لا، هو ايه السريه دي؟ اصلا في حاجه اسمها حريه صحافه. مفيش الكلام ده يا بت. لا في. مفيش الكلام ده. لا في. ايه ده؟ انت عمالين تتكلموا وتهرجوا وسايبين كراويه بيروح مني، حرام عليكم. واحنا مش هنتستر بالاسعاف، احنا نشوف اي دكتور هنا، مش انتوا عاملينكم حد بابا دكتور؟ مين بابا دكتور؟ هشام. بابا دكتور. يا هشام. هشام. ايوه. هشام انت باباك دكتور؟ ايوه انا بابا يا دكتور. ايوه. انت ايه كبرت مره واحده؟ هشام. ايوه. هشام انت باباك؟ باباك دكتور؟ هو يا دكتور. ايوه ما تتصرفش من دول. ممكن نشوف ايه ده اول؟ انا مبدئيا يا بنت الشرط. ماشي هشام خلص. ايوه. خلاص. مبدئيا قبل ما انزل كده الدبدوب ده محتاج نقل قطن. عشان تبقوا فاهمين، استنى اما اشوف فصيله قطنه ايه ده بقى. يا نهار اسود. لا انا مش هعرف اكشف كده، انا عايز السماعات لو سمحت. السماعات. اتفضل. مانا مانا. لا 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 لا. مانا مانا. لا 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 لا. لا لا لا. ايه ده؟ انت مساعد حمار على فكره. هو مساعد حمار؟ يعني هو مساعد حمار؟ اه هو مساعد حمار فعلا. هو بيساعد مين؟ انا. وهو مساعد حمار يبقى انت ايه؟ يبقى انا حمار معروف. انت عادي فرحان. انا راجل يعني وانا اخبي. الحمار يقول على نفسه حمار.
طب ممكن حد يقول له يا حمار؟ يا سلام. الدنيا ابن السمر. انت الحمار السمر. ايوه هي دي. يا سلام. الحاله صعبه. يا نهار ازرق. ايه الدبدوب ده اتقتل. ايه نهار اسود اتقتل. يا جدعان يا جدعان مفيش حد خرج ولا دخل من الفصل يبقى اكيد اللي قتله موجود هنا. لا عزمي عزمي يا نهار انا يلا نهرب يا هشام. لا يلا بسرعه. امال قلت لا ليه؟ عزمي ايه؟ لا بقول لك ايه، انا بابايا هداف المنتخب، انا ممكن اخليه ما يجيبش جوان. انا بقول لكم لا لا يا جماعه حرام عليكم، ده عزمي حتى طيب واحنا واقفين بنتكلم معاه من الصبح. صح مش كده؟ يبقى انا خلاص بقى هاجي لكم خلاص. يا جماعه يا جماعه انا عرفت مين اللي قتل كراوية. مين اللي من ساعة ما دخل وبص عليه قال اصناف اصناف اصنام يا حمار اصنام، وبعد كده انا قلت اصنام بس انا واقف معاكم من ساعتها، انا ما عملتلوش حاجة. ايوه بس انت ما بتحبوش من ساعة ما شفته. وماله يعني؟ ايه ماله يعني؟ ايوه ايوه انت ما بتحبهوش وانت اصلا سرير وانت نوتي 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 كده. طب بص بقى، انا اللي قتلته وعشان هو حرام، واي حاجه حرام في الفصل ده انا هقتلها. بس خلاص اعترف، والاعتراف سيد. بس خلاص هو فين؟ ايوه اعتراف. ايوه اعترف على نفسه خلاص. ايوه والتاني ايه؟ مع سبق الاصرار. ايوه والترصرص. ايوه صح. يبقى نقبض عليه ولا ايه؟ لا نقبض عليه بسرعه. يلا هتوه. باباك محامي. انا بريء. يلا هتوه. انا بريء. اطلع كنت عايز تهرب. اطلع بس هو لازم نحاسبه دون. اقعد لازم نحاسبه. سامي جارنا. يا كراوية ده احنا كنا بنخرب مع بعض، بنرل مع بعض، بنستبح مع بعض، ده احنا نزلنا البسين مع بعض مرتين. مش مشكلة، المهم ان احنا ما نتقفاش. ايه ده يعني ايه ما نتقفاش؟ معرفش بس ماما دايما بتقول العم سامي جارنا. انا زهقت منها على الاخر، بس بصي خلاص هيجي لها اخر الشهر وهيحكمها. مين باباكي؟ لا عم سامي جارنا. عشان احنا عندنا محكمه بقى دلوقتي. يلا يا نحقق معاه الاول. يا حاج ظابط انا عايز اقول له حاجه قبل ما اتحقق معاه بعد اذنك. يلا روح روح. تعالى بص بص تعالى تعالى يا زياد، وانت عمال بتقعد تقول ده حرام وده حرام وانت كده هو بتكرههم فيك. قال يعني انت لما تقعد تقول ده حرام وتقعد تولع وتخرب احنا هنحبك يعني وتبقى معانا؟ لا مش عايزينك تقعد تخرب، مش عايزينك تقعد تقول ده حرام. ها بص بص، ما دام بابا قال حرام يبقى حرام، مفيش نقاف. في يعني انا كمان حرام؟ كله حرام، لعب الكره حرام اصلا، بتبين الركب والركب حرام. يعني انا كنت عايز ادافع عنك بس انت تستاهل بقى. عايز مساعده حد يا حظابط؟ نعم. يلا شوفوا هتموتوه ازاي. يلا يلا. يعني انت مش عايز تعترف؟ لا مش هتعترف. لا طب خد دي. برضه مش هتعترف؟ لا. هتعترف ولا اقعدك على الخراره؟ ايه الخراره دي؟ انا هجيب اتنين دول سيستيك واكلهم ووصلهم بويفر فانيليا.
احط عصايه تحت لسانك والتانية انت عارف انا هعمل بيها ايه؟ ايه؟ هبدلها عشان بتكسب. برضه مش هعترف. ايه ده؟ الواد ده مش عايز يعترف ليه؟ يا باشا ما هو اعترف بكل حاجة اصلا. في دبدوبين مقتولين في غيط قصب في الصعيد والواد ده اللي هيشيلهم. بس احنا ما قبضناش عليه في غيط قصب. ما قبضناش عليه في غيط القصب، كده بقى في غيط القصب. برضو انا مش هعترف، التعذيب بتاعك تافه ومش بيخوف. يعني ايه؟ طب اختار طريقه. طيب بص، انت تجيب واحده من البنات اللي في الفصل بس تكون عزيزه على قلبي، اوكي؟ وتخلي رجالتك يتهجموا عليها، وساعتها انا هضعف واعترف، او اضعف واساعدهم، مش عارف. لا الواد ده يلوح على المحكمه على طول. يلا نروح المحكمه. يلا نروح المحكمه. وانا القاضي. يلا يلا انا القاضي اللي هقعد احكم عليه. محكمه. سامع حضره القاضي؟ يلا هنحكم عليه خلاص. يلا في محامي ليه ولا مفيش؟ نسمع شهادته الشاهد الاول. ايه ده؟ وانت ايه ده؟ انت باباك شغال ايه؟ محامي. ده بتاع انا مصر. انا مصر. اه عشان كده انت عارف. آه. طيب انا عايز اسمع شهاده الشاهد. اشهد. قول والله العظيم، قول الحق. انا خلصت الكلام اللي عندي يا سياده القاضي. بعد الرغي الكتير اللي هو قاله، احنا هنضطر بقى نقعد نحكم عليه. وبس قبل ما نحكم عليه لازم يبقى في واحد مثلا بيقعد يدافع ويقعد يقول يا سياده القاضي. مين هيقعد يقول يا سياده القاضي؟ اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي الفرصه كي اعلن كل خطاياي امامكم على الملأ. لقد ادركت قانون البزازات وتفوقت عليه، والأكثر من ذلك رضعت منه واتفطمت عليه. أنا مثال للمحامي الطفل برضو. أنا أكثر تفاهة مما يتخيل الناس جميعا. الناس عارفين عادي يعني. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا. أغيثونا أغيثونا ورضعونا وأغيثونا. يا والله صعبت عليا. تأثرت فيك؟ اه تأثرت فيا خالص والله. يا حكمت المحكمة على المتهم الطويل جدا بالحرق. هنولع فيه. ايه هنولع؟ حرية حرية يا جدعان. اسكت اسكت يخرب بيتك. اه حرية يا جدعان، حرية الحقيني. ايه يا عم في ايه اللي حصل؟ وانا ماسك البلوتوف وجاي احذفه راح خبط في الشباك اترد فيا راح مولعني. حريقه حريقه. اسكت اسكت بقى. الحقيني. مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك انا كنت ماسك البلوتوف وجاي احذفه كده راح لبس في الشباك وترد فيا راح مولعني. حريقه الله يخرب بيتك. حريقه عليك. الله يخرب بيتك. يا شيخ وحريقه ولا 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 حريقه ولا ولا ولا. ايوه قولي بقى مساء الخير، ايه اللي حصل؟ حضرتك مين؟ انا مذيع من قطاع التلفزيون. ايه ده؟ مسبيري كلها جايه تطمن عليا. الله. قولي ايه اللي حصل؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك والله. ايه ده؟ استنوا 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 استنوا، انا هجيبه انا هجيبه انا هجيبه. ايه اللي جرى؟ المسرحيه دي مش دي مش دي. مسرحيات دخلت في بعض كلها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ايوه حضرتك ادوني. استني المبنى بتاعهم. حضرتك اديني 300 جنيه. ها؟ ايوه عشان خاطر اولع في عربية الشرطة. ها؟ ايوه. طب ما تاخد 300 جنيه وما تولعش في عربية الشرطة. لا طب حضرتك ينفع تديني 250 جنيه اولع في العربية وبعد كده اطفيها؟ طب خد 150 وطفيها. ايه يعني مين اللي هيحاسب؟ اهي هي انت. اه ايه يا جدعان ده؟ يعني دلوقتي انت هتعمل ايه؟ انا ما اعرفش، انتوا اللي حفظتوني الكلمتين دول. انت هتعمل ايه حضرتك؟ حضرتك انا اي حد هيجي يولع في عربية الشرطة انا هولع فيه. انا بقول لك اهو. انت هتولع؟ اه. اللعبة دي وحشة. عارف احنا نلعب عريس وعروسة؟ نلعب عريس وعروسة؟ اه عروس وعريسة.
وانت تلعبي ايه؟ العب عريسه. العب عريسه؟ من عند احمد عشان بتقول اي كلام؟ ايوه اي كلام. يلا نلعب. مين احمد حسنين؟ الواد ابو الشعر ده. تلعب انت وهو؟ اه. طب واحنا نقعد نتفرج. ماشي. يلا عريس عريس. جنجر. انت بقى عندك نون في بطني. النونة دي مش نونتي. والله العظيم نونتك. مش نونتي ونعمل لها تحليل دي ان قطن دلوقتي حالا. والله نونتك باينة في السمارة اهي. مش نونتي. نونتك. مش نونتي. بس هسقطها لك. ما تسقطهاش. هسقطها لك. هو عشان امك مدرسة تسقطيها؟ ايوه. نونتي هسقطها لك. ما تسقطهاش. هو هيتكلم. ما هيتكلمش. هيتكلم. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ما هيردش. هيرد. ما هيردش. ليه؟ ما فيهش حجارة. قول لها تسكت. ما اسكتش. اسكتي. ما اسكتش. اسكتي. 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 هتعمل ايه لو نمت يوم وصحيت ولقيت اقرب ملك في الدنيا مش حواليك؟ نقعد نلعب ايه بقى؟ انا اقول لك بقى نلعب ايه. نلعب ايه؟ يلا نلعب مسلسلات. مسلسلات؟ اه انا بحب المسلسلات. طب نلعب مسلسلات ايه، بتاعت رمضان ولا بتاعت شعبان؟ لا نعمل مسلسلات بتاعت بابا شعبان اللي هو في رمضان، اللي هو رمضان ابو شعبان. ايوه نعمل ده، اللي هو اسمه ابن حلال. ابن حلال؟ اه نقعد نعمل ابن حلال. طب وانت هتعمله؟ يعني انت هتعمله؟ طب واحنا نتفرج؟ ماشي. يلا تعال نتفرج. تعال نتفرج. يا يا يا. انا هعمل دول هلا فاكر. لا انا اللي هعمل هلا فاكر. حنان هتجيب لنا العار يا ام جرجس. سيب البنت تتبحبح. تتبحبح ايه يا وليه يا سفلن؟ بقول لك البنت هتجيب لنا العار. يعني ايه المشكله؟ طيب وانا والله لو في سنها كنت خربتها. خربتيها بشنبك ده يا ام حبيشه. يا ام حبيشه الحقي يا ام حبيشه. ايه؟ في واحد مخبي وشه ومداري نفسه خالص ومستنيكي في الشقه. مين؟ حبيشه. حبيشه مات يا مسكر. لا ما ماتش. مات؟ والله ما ماتش، انا شفت الحلقه كلها على اليوتيوب. حبيشه عايشه وليه يا موزع؟ طب يلا. والمصحف عايش. حبيشه صاحبي. حبيشة؟ ولدي أمي. اتوحشت الجو يا ولدي. اتوحشت الجو يا ولدي. عاملة إيه يا أمي؟ الحمد لله. بيقول علي أسود يا أمي وشبه الميكروباص المحروم. ليه يا أم خلفتيني اسود؟ يا ولد احمد ربنا، لو كنت اعتمدت على ابوك لكنت جبت ابيض ولا اسود. عندك حق يا أم. انت ايه الداخلية يا صاحبي؟ الداخلية. الداخلية يا صاحبي. ما تقلقيش. الخارجية يا صاحبي. الخارجية يا حبيت يا صاحبي. ما تقلقيش يا أم. السياحة. السياحة يا صاحبي.
ما تقلقيش انت يا امه، تعالي بس انت تداري. يا مراحب بالدخلين. ايه يا حبيشه عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ يا عم بس مدوخنا، ادينا جبناك يا عم الصايع. اشهد يا اهل عزبه الصعايده، الدخليه جم لحد هنا وما عملوش حاجه عادي، واشهدوا اللي مع صعيدي يتورط في سجايره هيفرط. صباح الفل يا باشا. الساعة كام يوم؟ الساعة 7. الساعة 7 ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ السجاير دي مش حلوة. مش حلوة؟ انت كنت هتقول ايه؟ مش انت عايز ايه انت؟ ايه؟ انت هتقتلني ولا ايه؟ لا مش هقتلك، بس ايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس. المسدس حرام. يا عم ما تجنناش. الساعة 7 يا ولدي. الساعة 7؟ الساعة ساعة حج. مش هتموت يا صاحبي. مش هتموت يا حبيشة يا صاحبي. عاصم يا مسكر. عاصم يا مسكر. انا موت نفسي يا حبيشة. عاصم يا مسكر. في ايه يا حبيشة؟ في ضرب نار يا غبي. ما تقول كده يا حمار. انا حبيشة يا صاحبي. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. ايه يا مسكر؟ الحمد لله على السلامة. طب ما متش؟ لا الحمد لله. طب ماضي كام حلقة؟ 30 حلقة قاعد متماسك. يخرب بيتك. خد اشرب شاي روق مخك يا صاحبي. ايه ده يا ضلع؟ أنا مسكر. اتدلع يا حبيشة اتدلع. خلاص طالما غيرت الأحداث يبقى أنت اللي هتيجي معايا الكباريه. هاجي ما أجيش ليه؟ بقول لك إيه يمه؟ أيوه يا ولد. هات مسدس غير ده. خد يا ولد. لقيته حنان يا حبيشة؟ ايه؟ اغسل عارك وهتهلا ملي عيني منيه. ماشي؟ بتخوفيني ليه يما؟ بتخوفيني ليه؟ يلا مسكر. يلا يا صاحبي. حبيشة؟ يعني بعد ده كله ماتت من الخضة؟ ايه الغباء ده؟ تعال مسكر شيء. نعم. اشيل ايه يا حبيشة؟ انت اتجننت في مخك يا صاحبي. اشيل ايه يا عم؟ خد اكتب الرقم ده. قول زيرو الف. زيرو الف. الفين. ده رقم ايه؟ الونش. انت جاي تهرج يا صاحبي؟ اشيلها ازاي يا صاحبي؟ لازم نودي حنان امي تشوفها. ما تشوفها، انا مال ام انا. خلاص انت امي تيجي هنا اسهل. طيب يا ام حبيشة. يا ام حبيشة. ايه يا مسكر؟ هنعمل المشهد ده هنا عشان مش هنقدر نشيل حنان بنتك عشان لقيناها. لقيتوا حنان؟ ايوه، وغسلنا العار وغسلنا هدومها، ريحتها تقرف يا صاحبتي. يلا حنان. حنان جايالك يا بنتي. حنان 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 قومي اعملي شاي لحبيشة يا حنان. حنان 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 ومهما العمر يطربيكم نسيركم للتراب راجعين. دنيا وقالوا عنها زمان ما ليها امان، وما بتعملش اي حساب لمال ولا جه ولا لسلطان. لما ما نحسش بيه. يلا هادي، يلا ابوك مات مبلول. ثقه في الله هننشف. ايه حلو قوي.
المسلسلات ده؟ احنا نقعد نعمل بقى مسلسلات طول الكلاس بقى. لا لا لا، اللعبه دي مش حلوه وحرام ومش هنلعبها تاني. ليه يا عم؟ انت كنت عامل ظابط وكنت ماسك مسدس وعمال بتضرب الناس. لا انا مش عايز اعمل دور ظابط. وانت عايز تعمل دور ايه؟ انا نفسي ابقى اكبر كواد في الوطن العربي. لا لا بجد بجد، انا نفسي افجر نفسي وادخل الجنه، ابقى ارهابي. يعني انت عايز تبقى ارهابي؟ اه. وتفجر نفسك؟ اه. ماشي، احنا هنخليك تفجر نفسك، بس تفجر نفسك بره الكلاس. ماشي. ما تفجرش نفسك جوه الكلاس عشان احنا مش ناقصين. هتقولوا المتفجرات، هتقولوا المتفجرات بسرعه. بتقولوا المتفجرات، خد لفها دي حوالين وسطك او حوالين رقبتك. يلا او حوالين اي حاجه. هفجر نفسي. يلا روح فجر نفسك، يلا بره الكلاس. خلصنا منه. مين؟ انا بياد، افتحوا لي بقى. يا بياد انت مش فجرت بنفسك، مش عايزينك في الكلاس معانا خلاص. ايه ده؟ لا لا افتحوا لي وانا مت، هقول لكم حرام وحلال خلاص. لا خلاص، روح اي حته تانية غير الكلاس بتاعنا. اروح فين مع قطر اتملت اساسا؟ روح تركيا، روح اي حته هناك، سيبنا هنا، احنا مش عايزينك يا سيدي. حلوة اللعبة دي؟ حلوة. خلصنا من زياد؟ حلوة. نلعب بقى براحتنا. لا يلا ثانية واحدة، احنا لعبنا كتير قوي، احنا تعبنا. يعني نعمل ايه؟ يلا ننام. قبل ما نام في ايه بس؟ الواحد ما بقاش عارف، كل يوم حاسة حاسة، الواحد مش عارف فيه ايه. كل يوم حاسه حاسه، استرها معانا بس يا رب، يا رب استر يا رب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوف ايه ده؟ حاسه يا عم، انت يا مخمر، يا بواب العماره يا زفت، انت يا مخمر. ايوه ايوه ايوه، انا جاي اهو، جاي 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 جاي. بس ما تقولش، انا اقول لك في حادثه صح؟ وعرفت منين؟ بهانه مراتي قالت لي صباح الخير، هي تقول صباح الخير تقوم حوادث. يا مخيمه. ايوه يا بهانه. انت فين يا مخيمه؟ انا قدام باب العماره يا بهانه. انت فين؟ صباح الخير يا مخيمه. ما تقوليش صباح الخير، العربيتين دخلوا ببعض، هينزلوا تحت الارض. اسكتي. امال اقول لك ايه؟ صباح الزفت والطين على دماغك. ما تقوليش اي حاجه فيها تحيه. اقول لك صباح النور. اربع حالات تسمم واثنين لوز. امال اقول لك ايه طه؟ اسكتي، ما تقوليش اصحي الصبح وقولي ها. اقول لك ايه؟ ها. طب افرض نايم وعايزه اصحيه. صحيني. ها ها. مش انما بتفتحي حنكك بيحصل حوادث. يو، هو كل يوم في نفس المكان ده حادثه؟ معلش معلش يا اهل الشارع، ما حدش يعمل في المكان ده حادثه. بكره ايه رايك؟ بكره نعمل حادثه هنا ولا نعملها هنا وننزل بورك حائط مع فاصه شيك كده؟ هتتريق عليا يا مخمر. ما انت يعني اللي معصبك في مكان الحادثه. انا اقول لك الحادثه دي مش عربيتين خبطوا في بعضيهم؟ يعني في ناس اتعوروا، هيقولوا لك شيل الناس دول وحطهم في مدخل العماره، صح؟ صح. والناس دي دم هيسيح على الارض، واللي طالع واللي نازل يحطه يده كده اهو في الدم ويعمل لي كده اهو في الحيطه، وانا انضف في الارض وانضف في الحيطه. يحط يده في الدم ويعمل كده اهي في الحيطه؟ ايوه. ما يكتبوا بقى حج مبرور وذنب مغفور. دي حادثه مش رحله عمره. دي حادثه. ايوه حادثة، يعني عربيتين خبطوا ببعض مش هيزغزغوا بعض. اصل انا بحب منظر الدم قوي. انت سفاح؟ لا انا حشاش. بص يا هشام، حادثة دي بتتقال بتكسيرة. طب استنى كده اجربها تاني، استنى كده. دي حادثة. انت كده عامل حادثة يا هشام، اهدى كده. و... في بص بص العربيتين عاملين ازاي، وايه الشغله ماشيه ازاي، يا تسرع يا تسرع، ايه الشارع هيخلص. هي دي سرعه يا هشام؟ شفتنيش انت حدانا في البلد، كنت اسوق الدموسه اقعد اخمس بيها اخمس بيها لحد ما تنزل زبده.
ايام والله شجاع. والله العظيم ثلاثة وربك اللي خلقك، احنا المفروض نسيبهم كده في العربيات لحد ما يتعجنوا. طب خيمر إيه؟ تعالى يا عم بسرعة على الحي الست. الست عمالة تنازل، يلا بسرعة. يا رب بالراحة عليها يا جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحة بالراحة بالراحة. استر يا رب. يا اختي يا رب ارزقنا كل يوم حادثة. مش قادرة. انا اللي مش قادر. يا مؤاخذة ايه الانفلات الامني اللي انت فيه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اعوذ بالله من الخمس الخبائث. اعوذ بالله من الخمس الخبائث، انت داخلة حمام. ما هو اصل ده مش وش خالص. انت ما شفتنيش قبل الحادثة، كنت شبه احمد عز والله. ايه بس الخضة بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخة، ربنا يسامحك. صحتيني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخونوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كذاب قوي، فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع، بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش هعرف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادل يلا، في مكان هتعرف تعدي منه، في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس بس تعالى يا ست هاني، اللهم صل على جمالك يا نبي، ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه، انت كل ما تشوفني واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحلاوه اتجوزك انت. اني داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع عيش، كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمه. مش هتلم. اتلم يا مخيمه بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا 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 هشوم يا سيد، هشوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، هشوم يا سيد، سيد. هو مين سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها؟ مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنت؟ لا دي حادثه بعيد عنيكي. وبعيد عني ليه؟ انا تحت منا. ايه نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال لي انا دايما بدعي له. لا يا ست فاكيها دي حادثه من بره الشارع، والست ده هي اللي عاملاها. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثه؟ ايوه دي فورتيكا. جري يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزه وحلوه وطعمه، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي، اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه والارداف يا رب يعني نحاتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك. بس عشان بضعف قدام نظرة عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماتي؟ كان زماني مربى وبقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه؟ جابليني في جنينة الحيوانات الساعة 6. يعني يما تديني معاد، تديني معاد في بيت أهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لم جوزك عمال يتحمرش بيا، هو ما فيش ست حلوه تقدر تقف في الشباك كده شويه ولا ايه يعني؟ مالك يا مخيمه؟ ده بتقول لك جنينه الحيوانات بيت اهلها، بنت السلعوه دي ولا ايه؟ لا بنت صاحب العماره، بس سبحان الله ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما انت قلتي صاحب العماره، ربنا ادى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون الا احمد عبد العزيز وعمر البراعه الصراحه. والمصحف معاه ده والكرة. اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لارفع عليكم اتنين اباتريلا وادغدغ الشارع. ايه يا عم هشام؟ ما عاد انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟
نجيب حاجة ساعة؟ أو النبي بليز مثلا حاجة فريش لو أورنج جوس مثلا. آه مؤاخذة أنا آسف. إيه فريش وأورنج موز ده؟ يا عاملة حادثة عند فرغلي؟ أنت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف إيه المورنج جوز ده؟ إيه بقى؟ المورنج جوز ده ما هو إلا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوباية. لو سمحت يا شيف. ايوه ممكن اعرف طريقه عمل عجينه البيتزا؟ الاولاد عندي بيحبوها. مؤاخذه شيف شربين انا اسف معلش. لو سمحت هو طريقه لف الكرنب بنفس طريقه لف السجاير ولا بتختلف؟ معلش تاني اهل الحاره بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا جماعه عمار ما حد يروح يدب حاجه ساقعه من عند عم علي وعلي. ويا عم عبدو روح هات الكرسي اللي عنديهم ده هو. استاذ عبدو احترم نفسك انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار تجيب خيار تجيب كروت شحن. انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني شايفاني التهذيب عمال يقول لك مرات زيف تسكتي خليتي بورصي يتريق علينا. ماشي عايزين الكرسي ده. ايوه اهو ايدك يا دي عبدو من على الكرسي لا تهالك جري يا غاجر في ايه؟ مفيش احترام للاشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبدو من هنا نجر. استاذ عبدو احترم نفسك انت بقال. هات الكرسي بس ثواني فيه ايه؟ يلا يا دخول من هنا مفيش كراسي. الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. ده روايه محترمه عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفرة؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب انكشفت الحقيقة. شفت يا استاذ انت بنطلونك سليم يا استاذ وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 دمتش. دمتش؟ ايوه. وصلت للدمتش يا علي؟ ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف. لف وانت مغمض عينيك عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي. بس انا علي البنطلون مقطوع مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي هبدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه انا ما بدلتهمش يا راجل. يهبل يا اهبل يا راجل يهبل يا عبيد. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص. عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض بتاعت الزعيم مصطفى كامل. اه اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي. كان هو والزعيم ابوسي فاكر؟ اه كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه يعني انت رايك يا ست هاني ان البديكير الموف يمشي مع البادي الكارينا الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك احكي لي من الاول حادثه.
ولا حاجه. انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا استاذه، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخله شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذه الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكله دي؟ حريه شخصيه. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومشحف مقصدي اقسم بالله، والله العظيم مقصدي، انا بس بفهمها ومشحف ان هو وان واي اقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسه يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ تشوفيه فين؟ فين؟ مش لاقي الموبايل. ايه مش لاقي الموبايل؟ ليكون السرق. موبايل السرق؟ موبايل بتاعه اتسرق. فاكر الموبايل بتاعك يا عالم ما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. ده متسجل انا. انا لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك السرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس 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 الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا يا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملت ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده يا علي، كده يا علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اني بحبه. اقعد اقعد. احنا لازم كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثه واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست. انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واقف. خد خد هزك فيا، كله بيهز. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واقف. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده انا اجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي اهو، في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عاسم. اقول لك نكته، بقول لك مره واحده سعيديه. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفه يا مزمزيل، انا ربنا اداني كل حاجه الا رقم تليفونك. قال لك قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحه شغل دلوقتي؟ لا انا كنت مروحه. نعم مروحه البيت الساعه 7 الصبح. سبعة الصبح مروحة؟ سبعة الصبح يا علي انت بتشتغل ايه دي؟ اكيد ما دام مروحة سبعة الصبح تبقى اكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. اصل انا كنت سهرانه عند مهند. في الشقه ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هاني، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله حيدك مرزقة قوي، ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه ناقص حتة؟ تعالي تعالي يا بنت اتصلي من
عندي انا من هنا الدقيقه بخمسة جنيه. لا تعالي اتقص من عندي والدقيقه باربعة جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقه بخمسة جنيه. طب عليا انا بتلاتة جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى الدقيقه بخمسة جنيه. طب اديها ببلاش وتعالي وخدي 10 جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده هو، ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه. خلاص بقى يا جدعان خلاص انا هحلها يا جدعان، خد اختي كلمي من عندي، كلمي امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وكل حددي لي معاها معاد. بقول لك ايه يا اختي؟ انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. حافظه رقم امك علشان الباقه بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي. ما دي امها اللي ام هناء عارفها؟ لا دي امها ام شيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها ام شيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاها على الموبايل. ما انت غريبه يا ست. هو ده الجديد يا بلد التقليد. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمر ياما. ايوه يا دوه ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللو؟ ايوه اسمك اللو. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ اه التك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفروليه. دي شيفروليه؟ ايوه. ازاي يا ده الشيفروليه كبيره؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفروليه صغيره. دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد اللذين عاملينها صغيره عشان الزحمه؟ طبعا. عبار يا ما. اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر، انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حما يا محمد خو. فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا، ما احنا نقول يا حما وفي الدلة فلع على الجيت اشوف اكل عيش. يا سلام. اه امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا، ما انت عشان قريب من تعرف، انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه؟ طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط؟ واهبل وهتتلف بالجسمه. ماشي طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. انت بتمسك شعري؟ اه امسك شعري. ربنا انا اضربك. ايه ده؟ انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. انا مش هضرب، انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو. لا اهو اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد. تعال تعال يا اسطى دبان. تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال. استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. انا مكتوب لي مكتوب لي الشقة معاك يا حبيبي. يلا يلا خبرت في امها. بس 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 ماشي يا ولاد اللذين. يلا يلا اوعى كنت حكت يا. يلا يا حبيبي استنى يا. يلا ما تحكت يا. ايه ناقصين تعب احنا وفرهضه على الصبح؟ ايه ده؟
خد يا حبيبي تعال. ايه ايه ده؟ ما جيت. ايه الطفل السامج ده؟ ايه ده؟ ماشي ماشي. ايه مه 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 معزه واقفه قدامي؟ ماشي ماشي. ايه؟ ماشي. انت طيب يا دم خيمر انت يا. الله يخليك. طيب والله، بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه، انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا. انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل، الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل، وكل اللي اعرفه عنك انك جوز فكيها، انما انت شغال ايه؟ سراماطي. جزماجي يعني؟ اه. طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ ايه دي؟ دي رجلي. دي رجلك؟ امال دي ايه؟ عليا النعمة رجلك انضف من وشك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ آه. امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعة. عمار يا ما. عمار يا ايه؟ يا ما. لا قول يا مصر بدل امن الدولة ما يخليك تكملها. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي ايه؟ اموه مش هنقول. انت اصلا شرماتي اصلا ما هتعرف تعمل حاجه. اموه بس 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 هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا اشتمه بمزاجي، بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا. احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. اه. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. اه. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا، ما حدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. اه. تعال نشوف. تعال نشوف ياد بسرعه يا. يا ده يا. ايه ده؟ يلا بينا يا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوش، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات. شكله مات. والله ما قتلتوش. ما عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش، لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. طيب بكره عنده بطن. كنت على قد. تعال هنا يا، تعال. عايز ايه يا عم؟ تعال هنا يا، يلا روح عنده الاسعاف. طب ما انتصر بيهم بدل المشوره وغلاوه امك يا دول في الشارع اللي ورانا يا. متضايق ولا؟ طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك إيه؟ ما تخليني اعمل اي حاجه، واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه. كده كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشاه بهانه؟ ايوه. تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه. تعال. نعم. روحي هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دو. عندك دو؟ اه بتعجزيني. طب روحي هاتي حشيش افغاني. عندي دو. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دو. انت فاتحه دلاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخوني. مخمر بيخوني؟ اه. مع مين؟ مع مراد. وانت عارف؟ اه. ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. اني هعمل لهم ايه؟ يعني مفيش في قلبك نحراره يا بيه؟ ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا بيه؟ ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ اه جرح عميق، ده عايز شاش وقطن ومخرخروه. ده؟ اه ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا. ماشي. عندي دو. ايه دي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه.
انت اللي خلاك تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه انا كنت بكلم في الموبايل وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي وهي كان عيد ميلادها كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمع كلامهم يا فاطمه. لسه اهو العربيه ولعت. حرام عليك انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بكلم في التليفون. كنت بكلم واحده صاحبتي. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه اهو في العربيه ولعت. عبار يا ما. طب بقول لك ايه يا بنت فاطمه؟ انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه واحده. كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي ربنا يخليك. عمار يا ما. الحاجة هي يا استاذ محمود الجتن والشاش والمكركرو. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه بتتمسح بالايد عادي اهي. وده عامل فيه ايه؟ دخل ايه دوا. استاذ محمود انا رحت للاسعاف قالوا لي امشي يلا من هنا على غرفه ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت اللي واكل لمرتك والاربع رجاله اللي عنديها خدوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول والله بترعب من فاكهه دي. صح عندك حق. ايه ده يا ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا لهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ حاسس بنشاط؟ والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ العربيه يا نهار اسود. الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى 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 معلش. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش اتصلت على لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت لو حابب تنام حبه نام. طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيتي. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيه يا باشا. فيه يا رايق عادي كله في الشنيش. اهم حاجه الصحه. فيه ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. لا انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك فيه ايه؟ اهدى ايه؟ نصب في عربيه يا جدعان. طب تعالى تعالى نصب في عربيه. طبعا من هنا لا حول ولا قوه الا بالله. ده ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب ما حدش يهمد. تمام ينعل على ابو شكلك في الارض. يا تحدي كلمك يا انا فاهم الحركات دي. فاهم اهو ايه اهو. تمام عشان بعرف اعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه. ايه؟ عمال يفرهدنا وسكتين.
حرام عليك جنداوي يا مفتري. يا عم يستاهل ده، انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه، طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش 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 بس اهدى. معلش يا حبيبي. ايه ده عشان مش ناقصين فرحان؟ والله يا عم بجد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامده. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم يا ابن ايه ايه يا بابا ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاعت مين اللي كان سايق العربيه دي؟ الزفته دي الزفته دي. معقولة هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهاردة؟ غريبة والله العظيم. انت كنت شاربة يا بنت عشان تعملي حادثة زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعة. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجالة في المنطقة ولا؟ تعالى يلا هنا. تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهة يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهة وأمرنا إلى الله. ماشي يلا بسرعة. تعالي يا أختي. بس تعالى ريح انت يا باشا. تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى 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 في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش وحشني والله. اهدى اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع. دي حاجة يا جدع تجن الجن وتعفرت العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي انت بتقوله. ايه الكلام ده؟ ما انا عايز اقول لك اهو. انا عايز دلوقتي اروح الكوبانية المية عشان ابلغ. عايز احلق دقني وعايز استحمى وعايز اروح الشغل. خلاص روح الكوبانية وهم يحلوها. ما انا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش. حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك ان شاء الله. متأكد؟ ان شاء الله. انا رايح اهو. روح. عم شكشك. ايوه. الست عم تقول لك المية دات. المايه جت المايه جت. احتكم الامر وهستحب هستحب هستحب. مين الراجل اللي عامل دوجلا الصابون ده؟ معلش ده عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شويه متخلفين في الحاره عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت اللي خلاك تيجي تعمل حادثه هنا؟ الحادثه صح العربيه يا جدعان العربيه. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى. انا نفسي افهم حاجه واحده بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناه الحياه الساعه 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي. انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمه حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا. ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من عناصيا ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاد. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا حبيبي. بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى. خد تمول بقى ليش. والله ما هاخد. يلا بينا. بالله شوف تياتروما. يا محمود يا محمود هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق بخ. ايام الاغنيه. بقول لك ايه؟ انا عايز حساب التوك توك. خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ اه حاسب عمك علي.
هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب وجاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي والله. ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقولوا له خد فلوس يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمقايضه يعني. مقايضه؟ اه يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ اه بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. هات. ايه ده؟ طب بص ممكن تبدلها لي بمرت اصفر؟ عايز مرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس المرت الاصفر. ما انا بدلتها بالمالبور الاحمر. طب وفين فلوس المالبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكان. لا يبقى انا خد خد حقك يا عم. خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميري اصفر. ايوه صح صح. خد ميري اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبور؟ خد مارلبور. لا هات ميريت. عايز ميريت؟ اه خد ميريت اهو. ماشي الحمد لله قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا. خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي. اديله بوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوز اهو. انا عايز بوز اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوز ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده يا علي؟ كده جبرنا الحمد لله. احنا نقفل السوبر ماركت خلاص. خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه. الف ب تجاره ما حدش يجبي عليه. استنى اهو. خد المارلبورو الاحمر بتاعتك مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله. احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء انا قصدي جايب نمره امها لان امها كنت اعرفها سنه 1942 واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعال انا مسجلها يا ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. لو سمحت تالته مكيفه هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اه انت صعيدي؟ عرفت عشان رايح اسيوط. اركب اركب هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعه والنبي يا بلدينا. ما تقلقش بسرعه عشان متاخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. السلام عليكم. خد يا عم انت الحساب. لا انا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب ايه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربيه السواق. يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبه افطار. لا ما افطرتش والله. حضرتك صحيت الساعه كام؟ انا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9. انا لا اقنعتني. ايه ده؟ هيئه سكه اتطورت خالص. الف شكر يا امير. ربنا يخليك. السلام عليكم. ايه ده؟ انا في شارعنا. ده نصب عليا ولا ايه؟ انا لازم اروح الجسم. تاكس. ايوه الجسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوك. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. الحساب كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون. خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا يلا بسرعه. يلا. توس. ان كان على القلب مالوش غيري، وان كان على الحب مفيش غيري. سجناحي مرفرف في سبابي، والقلب اتربى على خيري. بلدي بلدي يا بلدي.
ده سواق انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام يا امير. سلام يا امير. يلا انت. سلام. سلام. استنى. استنى. هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي يلا يلا. يلا يلا. يلا. انا العب جمع عشان امثل في المسرحيه دي. يلا. حاسب الديكور حاسب. مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده ده حرامي بوصله بنفسي حرامي. عمر يابا انت بتضحك على ايه يا انا فرحان؟ فرحان ايه السمجه اللي انت فيها دي؟ ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قلة أدب وبجاحة منه. يوم يسقف برجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده أنا عمال أحوش عنه البواني يده بواني وأنا أصد كده كده. يا عم تحوش إيه؟ تحوش إيه؟ أنت كل ما تودي اليد دي يجي فيا أنا. ما أنت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقة يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجة على الفاضي. يا عم أنت اللي من ساعة ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت إن أنا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجة. معلش اهدى 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 ما تحطش في اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقة هنا. ده عمل دماغي طبلة يا جدع. والله حرام والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها؟ ده بغزه في مطوة ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت عبيط يا ابني. امال لما كان ونصب عليا وعمل سواق قاطر وعمل بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئه النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجه. معلش ما تزعلش. شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عاكس. لا انا ما امشيش عكس يا ابني. انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا. تمام حضرتك. يا لهوي. حضرتك يا نهار اسود بالحرب انا يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. هات 5 جنيه. امسك. يلا. دوس دوس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده انا هفه. لا يا فندم مفيش. عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانية. لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي. سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللي هو حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا. ده اللي هو حمد كشري ده معروف دقه زياده ده. اقعد استظرف استظرف لحد اما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا انا احل لك الموضوع ثانيه واحده. انت دخلت قلب على فكره. بقول لك ايه يا واد يا حسام تعال. انت شايف العطله اللي احنا فيها؟ الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. فانت روح انده البوليس وبالمره هات معاك سمكان. انت بتتكلم في الصح. انا اروح اتعالج اصلا. روح يا اخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعه ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم. يا محمود عايز ايه؟ مش هتصلح شباك الحمام يا محمود. لا لا الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود. سيبيه وهم يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجراده اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متاكد ان يعني في حد شايفنا؟ نتاكد. طب بص
اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيد، انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكوبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه، انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا؟ طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم. بقول لك ايه؟ ايه تعالى؟ هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص بص سيبك منه، ركز معايا بس، تأكد ان في حد شايفنا؟ ما اعرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص انا عندي الحل. ثانيه واحده اهو كده، يبقى انت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلطت. يا ابن اللذينة، يبقى انت اللي بدلت اليافطه المره الاولانيه. لا ده اخويا التوم مش انا. اخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، انا حليت لك الموضوع اهو. انا هطلع اشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام. اتفضل. انا كنت عارف ان انا صح والله العظيم، عمري ما غلط ابدا. انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ انا في شارع الحكومه. يعني اتقابل صدفه بعد سنه ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفه ايه؟ احنا متقابلين في النادي. احنا متقابلين في حادثه. برضه عصبي؟ عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. لا هتاخد ايه ولا كام وليه؟ ده العشق لو من قلب طالع، العمر حتى نضحي بيه ونغني للفجر راجع. صح زمان ذكريات بتعمل مافيا عامل فيها احمد الساعه. انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت ما تلم نفسك يا بدل ما انزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم امن من تقعد على جنب، عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعه قيلوله واحنا الظهر ساعه قيلوله. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تناموا؟ انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله يا جدعان. هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكهه؟ انتوا ما بتخافوش منها يا ابني؟ حرام عليك يا ابني، فاكهه الله يكون في عونك. انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا؟ ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر. ماشي انزل لي يا حاج. مكان جوه التوك توك يا سوسو. رقصها فجرة فجرة؟
طب شوف ما بين هيجي لك العوامه. لا ابوس ايديك، انت ظبطت العوامه النهارده. ما انت كل مره بتضحك عليا وتبقى موجود انت واصحابك. ما انا بعرفش اعمل حاجه غير انا واصحابي. طب خلي اصحابك بقى ينفعوك. ابوس ايديك سامحيني. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا كل لما اجي لك العوامه بحس ان انا دايخه. ايه؟ ونفسي غم عليا. ايه؟ وببقى عايزه ارجع. لو حصل يا واد يا لول هسميه حسن اللول. انا لازم اقتل الجنين ده. يا ابني انا ما بحملش من بطني. تكونش بالبيض. طب امشي. امشي ايه؟ امشي انا قلت النيله. حرام عليكي، بوصل التوك توك بتاعي. يا بخمر يا بخمر، هات ماير التوك توك. ايوه ايوه عايز ايه؟ هات ماير التوك توك بسرعه. حاضر حاضر، جاي اهو، جاي جاي جاي. ايه 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 عايز ماير التوك توك؟ هو قال لك انا عشطان تاخدش بلحتين عشان يفطر على السني؟ هات يا راكب انت، هات ميه. امشي. ايه اللي انت جايبه ده؟ صب لي هنا، ده توك توك. بس شكرا. بس الف سلام. الف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يا حمدي. والله قلبي حاسس واقف لك. يلا يا حبيبي، انت صغير تسوق بسكليت، تسوق سكوتر. انت مالك بالتكاتك يا ولدي؟ لا حسبي الله. بقول لك ايه؟ اكتب على التوك توك ده من ورا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ حاس حاس. ايش شرع المتخلفين عقليا ده؟ على الواد ده لازم يتربى النهارده، يعني مش هنستنى لبكره الظهر مثلا. ادينا نزلنا له. النهارده هيت. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا عم علي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا ست سوسو؟ عامل ايه يا عم علي؟ تمام. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. المؤاخذه يا ست سوسو، افتكرناك الاير باك بتاعه العربيه. اخباركوا ايه؟ اهو تمام قاعدين. وياه ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ اكسجين، عامله شعرك اكسجين. هنعمل ايه بقى؟ المهنه اللي انا فيها والله العظيم قمر 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 قمر. ربنا يكرمك. اه والله. انت ما تعرفيش ان القمر سدس حجم الارض؟ لا قمر ايه بقى يا علي؟ دي المجموعه الشمسيه كلها. هنا القاهرة. ينفع كده يا عم علي؟ اه ينفع طبعا ينفع. دي احلى حب في حياتنا يعني يا علي. فاكر يا فاكرة اللي هي الاغنية بتاعت الحب كله حبيته؟ ما هو لازم الحب كله، ما ينفعش حب شوية يعني. والله الست ام كلثوم غنت لك الاغنية دي مخصوص. ايه ده يا ست ام كلثوم بس؟ انت ما سمعتش الاغنيه اللي شيرين غنتها لي؟ لا. اغنيه ايه؟ انا كتير. انا ألف حاجه على بعضها في حاجه واحده. الست سوسو الرقاصه. احب المربى برطمانات. ايه ده؟ حادثه؟ ما هو اليوم المنيل بقى بيبان من العصر. مالك بس متضايقه ليه يا ست سوسو؟ تصدق يا عم علي ما لمتش النهارده غير 30,000 جنيه نقطه بس. 30,000 جنيه نقطه؟ اه. لا ما ست سوسو يعني ربنا مبارك لها في شغلها، دي اكبر رقاصه في الجمهوريه العربيه المتحده. امال ايه؟ ده عارف صافي ناز؟ اه طبعا عارفها. دي الزلزال. جرى ايه يا استاذ؟ انت بتقر ولا ايه؟ ده انا في اليوم مش بقل عن 60-70,000 جنيه. لكن لولاكش بقى طلال بتاع الخليج ما جاش. مين طلال ده؟ ده الزبون، وبسببه النهارده البيوت بتاعتي مش هتاكل. بص عماله تبص لبيوت الناس اللي شغاله معاها. يا اخي بتراعي ربنا في شغلها يا اخي. ده الست سوسو دي قمر قمر. ربنا يخليك يا عم علي. آه. عموما بقى انا مش هشغلكم. ده السنه اللي فاتت بس لوحدها. ها آه؟ السنه اللي فاتت بس حجت 3 مرات. اه حجت 3 مرات في سنة واحدة؟ اه. دي بتعبد ايه دي؟ بص بقى أنا مش هشغلك بمشاكلي بقى خلاص، ماشي أنا هطلع. بقول لك إيه يا أستاذ؟ عايزة إيه؟ ممكن تشيل الشنطة دي؟
يعني انت شايله كل الشنط دي والحزينه دي مش قادره تشيليها؟ اصلها اتقل شنطه. خلاص ماشي اشيلها، بس ماليش دعوه بدول. لا خل انا اشيلهم، انا ما فياش كتاف انا. ماشي. انت ساكنه في الدور الكام؟ في الدور الثاني. هنطلع مع بعض؟ اه طبعا. قشطه يلا. هتاخده فوق وتشيله بقيه الشنط. بقول لك يا علي. ايه؟ احنا كده منظرنا بقى وحش قوي يا علي. ايوه ده خد الوليه وطلع واحنا واقفين كده. واحنا واقفين شكلنا مش حلو، احنا نروح نراقبهم عيب. ايوه لازم نراقبهم صحيح. بس نراقبهم بقى من اخر الشارع عشان هم ما يشوفوناش واحنا بنراقبهم. ايوه صح. ولا احنا نشوفهم واحنا بنراقبهم. اه والله انا بحب فيك دماغك البوليسيه دي. اه كنت في البوليس الحربي. اه والله. معانا واسماعيل. اي خدمه يا سماره؟ همشي هيصك في الشارع كله. استباحتك عسل يا. بص بقى عايزك تركز معايا عشان نعمل المصلحه دي ونفلق. يلا. خلاص بص يا عم، في واحده ست هنا عامله حادثه بعربيتها، هقول لها ان انت اجمد سمكري موجود هنا، تقول لها اي كلام عن العربيات، نضرب فلوس ونفلق من مكان. خلاص يا سماره؟ اولا ما تقوليش يا سماره دي عشان كلمه حريمي حبتين. امال اقول لك ايه؟ سمسم. تاني حاجة أنا ماليش في السمكرة نهائي. لا. لو قلت أي بقين سمكرة هنتقفش. ما ينفعش، لازم تقول أي حاجة عشان نقفش المصلحة. يا ابني أنا كوافير ماليش في الجو ده والله، صدقني لو قلت كلمتين هنتفضح. خلاص أنا جات لي فكرة، إحنا نكلم خدمة العملاء بتاعت السيارات ونقول أكن عربيتنا هي اللي عملت حادثة، هنقول لهم أسئلة، الأجوبة اللي هيقولوها نقولها للست تفتكرنا سمركرية، نقفش الفلوس ونفلق. يا ابن اللعيب. إيه رأيك؟ خد يا ها تكلمه وتقولي له يا رب سامحني، اغسلني، طهرني، نظفني من كل ذنوبي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. خد ردي. الو. اتعرف بيكي؟ سمسمه. سمسمه. لا سمسمة على طول مش سمسمة. كم سنة يا سمسمة؟ 45. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز ولا؟ لا ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع بيني وبين العربية، يعني لا مؤاخذة عاملة حادثة وأنا عايز أفهم بس منك أصلحها إزاي، بس أنا عايزك تركز معايا عشان أنا بحب العربية دي وبحبها حب جامد شوية يعني. جامد شوية إزاي؟ يعني مثلا بتقعدوا تعيطوا طول الليل أنتوا الاتنين مثلا ولا جامد إزاي يعني؟ ايه العسل ده؟ تستظرف؟ طيب العلاقة دي مستمرة لحد دلوقتي؟ اخواتك عايشين معاك في نفس البيت ولا؟ اخواتي ايه وبتاع؟ يا عم انا ايه العلاقة مستمرة؟ ابص انا بس عايز افهم منك الدخلة، اخش لها ازاي؟ يعني احسس واكشف؟ دخلة جديدة دي برضو، بس في حد قبل كده دخل عليكي دخلات تانية؟ يا راجل اختشي عيب. اه يعني حصل شوية مناوشات لحد ما بقيتوا صحاب. اه على خفيف يعني، كانت بتلاعب لي نور وكده. او بعد كده انت ما خفتيش جدك يصحى مثلا ولا جدتك تصحى؟ مين معايا؟ هات يا عم، هات يا عم الراجل ده. خد يا عم كلم صاحبي عشان انا مش عارف اتعامل معاك والله. انا اظبطهولك. الو. يسعدني ويشرفني اتعرف بيكي. مش لازم. طيب مش لازم. كام سنة؟ 96. بعد العلاقة الكاملة دي اللي فقدت فيها عذريتك اعتقد يعني، كان رد فعله ايه؟ قال لك هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ ولا قال لك احنا قشطة كده زي الفل؟ بصراحة هو ضحك عليا وخلاني حامل. اي واحد في الشارع هيقابلك هيديك الكارت بتاع بخاف عليه كده. السلام عليكم. عليكم السلام. كارت بخاف عليك اهو. ربنا يخليك. ها خد بالك، عايز مني انا حاجه؟ والله كلامك كله حكم. كمل. البني ادم اللي انت متخيله ان هو ابو الرجاله ده ابو النداله، ده ابو الخيابه،
دابو الندامه، دابو تريكه. اقفل يا عم، ده مجنون. اقفل يا عم، سيبك. فهمت انت؟ انا بص اعتبرني ميكانيكي نمره واحد. خلاص اصلي كده. آه. خلاص استنى ادالك الست. يا ست فاطمه، يا ست فاطمه. ايوه يلا يا وليه، تعالي اهو. انا جبت لك القصه سمسمه، اكبر سمكري موجود في الشارع ده كله. سمكري مساء النور. هو ده سمكري اللي هيقيم التلفيات؟ ايوه هو. ممكن بعد اذنك تقول لي هي هتكلف كام؟ جدك كان فوق لما هو طلع. ايه؟ ايه؟ ايه ده؟ بص يا ست هنا، الموضوع هيتكلف حبتين بس عشان الخسائر كتير. يعني كام مثلا كده؟ يعني في حدود 45 ل 50 الف جنيه. طب خلاص ميرسي قوي، انا هوديها التوكيل. يا عم توكيل ايه؟ التوكيل هيلف ويجيبها لي تاني وهتحتاجيني صدقيني. يا عم بقول لك شكرا. يا بنت براحة، انت ما تعرفيش انا مين ولا ايه؟ مين؟ اجيب فيتامين. تقول ايه؟ انت مجنون، هتضيع المصلحة. ايه العالم دي؟ ايه ده؟ هو الشارع ده مبرشم يا جدعان ولا ايه؟ يا نهار اسوح، ايه ده؟ ده كمية رقصات يالا، ده مجمع كونتينر رقصات. ايوه ما هي دي اللي عمرو دياب قال لها خلصت فيك كل الكلام. يالا ما كنتش اعرف. ايه ده؟ انت السمكري اللي هيصلح العربية؟ اه يا باشا، انت صاحب العربية؟ اه صاحب العربية. اهلا بيك. اهلا بيك، بصيت عليها؟ اه يا باشا. ايه لقيت ايه؟ بص باختصار، العربية بتاعتك دي عاملة حادثة. وجدك كان فوق لما هو طلع؟ يا سلام فاجئتني. انت عايز بالاخر يعني؟ اه. هي العربيه بس محتاجه شويه سمكره. آه. بس غالبا انت اللي هتحتاج بقى تدخل فرن، هتاخد دوكو وهنردك على البارد. هو في صنايعي اشتغل وما كملش؟ اه طيب، في صنايعي فعلا اشتغل وما كملش. بص يا بينا، ما اشتغلتش في الحاجات المعفنه دي بصراحه. انت عربيتك دي تعملها كابينيه وتقعد عليه انت واصحابك، ماشي؟ سلام عليكم. يلا يا نيله بمصالحك النيله. زهو والله ما زهق. والنبي انا اسف، معلش. الله يخرب بيت دور. عايز اطلع بتوك توك، عايز اطلع بتوك توك. ما هو كله بسبب امك. مش هسيبك بقى مرة. سيبني اطلع. ماشي ماشي. انت عارف التوك توك ده ناقصه ايه؟ ناقصه سواق والله. عطيان. يلا يلا يا اخوي. عامله من الاردن انت صح؟ ولا كأن انت عملت الحادثة، ولا كأن الراجل قال لي اقلبها كابينيه، ولا اي حاجة. انت عايز ايه؟ انت اللي غلطان. انت اللي غلطانة. انت اللي غلطان ودخلت الشارع عكسي. فاطمة. ما تستهبليش. انا بمشي في كل شوارع مصر صح. انا عارف خرايط المرور كلها. ايه انا والشارع ده ما فيهوش كبير ولا ايه؟ تعالى علي. ايوه علي. بص اقنع انت الواد ده وانا اقنع انا البت دي. ايه ده؟ اشمعنى انت تاخد البت وانا اخد الواد؟ ما احنا اخر حادثه انا اخدت البت وانت اخدت البت التانيه اما كان في عيلين بيتخانقوا مع بعض. انت ناسي ولا ايه؟ انا مش فاهم، مش ناسي. طب شوف الواد ده. والنبي والنبي يا عم حسام وابراهيم، انت ريحونا. يلا وانت ما تسكتلوش يا بت، وانت فاكر ان انت لوحدك في الحته؟ احنا معاك يا بت. طب اعمل له ايه يعني؟ اشتميه يا حيوان. ما تلم نفسك يا متخلفه. قال لك ايه؟ قال لي يا متخلفه. سكتله اشتميه باسرته. يا قليل ادب. يلا يا مش عارف هاكلها والله العظيم، اقسم بالله. يا عم تاكل إيه؟ مين يا عم؟ خلاص بقى يا جماعه، انتوا تعرفوا بعض من قبل كده ولا ايه؟ البت دي انا كنت خاطبها وفسخت خطوبتي بيها. بس ظهرت الحقيقه يا علي، يبقى الحكايه مش حكايه حادثه، حكايه ان انتوا كنتوا خاطبين بعض واختلفتوا على القايمه وابوك راح هو رفض، يبقى انت صالحها وخلصونا يا جماعه، عايزين نفتح الشارع، حالنا واقف. ما هي اللي بتمشي مع رجاله. مشيتي مع رجاله؟ لا والله العظيم. خلاص ما تزعلش مني يا ايمن، انا اسف. لا مش زعلان خلاص. بس انت بتغير عليا قوي، حتى من مهند ابن عمتي. يا نهار ابيض، بتغير من مهند؟ حرام عليك والله، ده حتى اسمه جميل، مهند، يعني فاضل له سين ويبقى مهندس. انت عارف انت المفروض تغير من مين؟ من مين؟ انفخ بلالين. ما تخافش، انا هسقف بس كده، هسقف جنبك كده شوف ايه اللي هيحصل لك. ولا يقدر يعمل لك حاجه، قول له حاجات من دي، قول بلالين قول. انت
طب انت عارف المفروض تخير من مين؟ ما اعرفش من مين؟ ادوش له بنزين. يلا بقى اهو ضحكناكوا، يلا وقلنا لكم حاجات كوميدي. والله العظيم ده انتوا زي العسل فعلا. انا ممكن ارجع لها تاني على فكره. ايوه كده. طيب يلا ونعمل لكم الفرح بتاعكم عندنا في الحته هنا، وتاخدوا عربياتكم بقى يلا عشان نشتغل. نعمل خطوبتنا هنا في الشارع؟ طب انا موافق والله. وانا كمان. وانا كمان. خلاص يلا يا جماعه، يا سوسو يا رقاصه. يا ست سوسو. يلا يا ست سوسو تعالي. تعالي يلا. ايه يا عم علي؟ عايزين نعمل لهم فرح.